إذن اليوم غنقدم لكم مشروب الزنجبيل بالليمون الحامض والماء. إذن طريقة التحضير: نأخذ كوب من الماء سبقنا أن غليناه، نضع فيه ملعقة كبيرة من مبشور أو من نعم من مبشور الزنجبيل الطري وثلاث قطع من الحامض. نترك إلى أن نترك المشروب لمدة نصف ساعة، ويفضل أو يستحسن شربه مرة واحدة في اليوم لا أكثر، نعم في الصباح قبل وجبة الإفطار. كما نعطيك معلومة، فالزنجبيل هو يساعد على رفع معدلات حرق السعرات الحرارية.